احنا استدعيناكم اليوم وياك ان من خلالكم نقولوا لمناضلي ومناضلات ومناصري الميثاق والشعب الموريتاني بصورة عامة، لأن اليوم لان نذكرهم بالإعلان عن مسيرة نفكروا في تعدالها، والله لا ينعدلوا إلى تمينا حيين إلى راد الله يوم الجمعة الموافق 29 اللي هي ذكرى ميلاد وثيقة الميثاق. وكيف تعرفوا لأن هذه المسيرة لها 3 سنوات متعطلة، ولا هو بعد من إرادة المناضلين ولا المناصرين ولا قيادة الميثاق قدر ما كانت نتيجة لجائحة كورونا اللي تعرفوا اللي كانت سبب في عدم وجود ذيك المسيرات والله تجمعات ذاك بتها. اليوم احنا لا نعدلوا المسيرة إن شاء الله، عارفين الظروف اللي معدلينها فيها اللي هي ظروف رمضان ويوم الجمعة وظروف مالي ثانية ما زلنا نقدو نجوها في شرحها ثاني، يا غير بقى نختاروا نأكدوا انها تركز اساسا في الجوع اللي قد يعود عائق قدام كل شيء يسوى شنو، حتى النضال عائق قدامه. يا غير بعد احنا متأكدين على ان مناضلين الميثاق ومناصرينه ما لا يحكمهم الجوع ولا العطش عن حضور ذيك المسيرة، يا غير بعد ظروف احنا شاعرين بصعوبتها، صعوبتها في الصوم، صعوبتها في اليوم، صعوبتها في الوقت، ومع ذلك احنا محتفظين ومتمسكين ان شاء الله بذيك الرمزية اللي مهمة عندنا وأساسية، لأن من خلالها نقولوا للمناصرين المناضلين والمناصرين والشعب الموريتاني لأن ما زلنا مواصلين مع مضمون ومحتوى مطالب وثيقتنا الأساسية اللي هي الميثاق. يا غير ملي نختاروا نذكروا النظام والسلطة القائمة علنا ملي ما زلنا مرا ذيك المطالب وإن معلمين بيها وما زلنا نطالبوا بيها، وإن ملي الموريتانيين كاملين يطالبوا بيها ذوك اللي قطوا شكلوا إجماع حول وثيقة الميثاق. هاي المسيرة ذي المرة لا نعدلوها تحت عنوان استمرار حرمان الحراطين خطر داهم. هذا الخطر احنا عندنا به احساس وعندنا به لانه اذا تم متواصل بالطريقه اللي ماشي فيها لانه جد يشكل خطوره علينا كاملين موريتاني، واعلن ان ما هم اليوم جد يعود عنده مسؤوليه في هذا اكبر واكثر من السلطه القائمه ذاك اللي كامل القائمه به من الاعمال واللي يا الله يعود يخدم لن يخلق ذا السلم الاهلي، واحنا مسائلين وندورهم للجواب منين خدمت والله الامور اللي تخدم على السلم الاهلي يعود موجود وعلى نعود متواصل وعلى نعود ونمشي الى الامام ولا نمشي الى الوراء والقريب، لان احنا في هذه الحالات دائما نمشي الى الوراء، نمشي الى تلينا نقيسوا العقار مثلا العقار على المستوى الحضري على مستوى الريف كيف تنعطى القطع الارضيه في المدن، كيف تنعطى المزارع، كيف يندعموا المزارعين، هذا ظاهر. نمشوا الى نخرصوا الحاله المدنيه بسمحي للناس تحصل على الحاله المدنيه، مواطن ما هو قاد يحصل على اوراقه المدنيه في بلده وهو خلاقه هون ولا قد خال من هون، هو ما هو قاد يحصل على وثيقه مدنيه تثبت على انه موريتاني. هذه المشاكل وغيرها من المشاكل نعرف انها قاع قليله لفاتي لين تلرقاجين قالوا انه اليوم ما يجد يوكل ولا يجد يشرب به، قلاء الاسعار وثبوت الرواتب ينقالوا انه معناها انه قاع ذا الامور الاخرى المطالبه بها ثانويه الى ما توفرت هذه الامور.